عرف نفسك. عرف نفسك، اسمك؟ الأستاذ أحمد مبارك محمود عبد الرحمن. إيه مشكلتك؟ ذهبت إلى السعودية اشتريت، قالوا بيبيعوا في الفيز، قلت ممكن هناك الواحد يحصل على عقد عمل، فاشتريت الفيزا ب9000 ريال من الكفيل السعودي بالتليفون وعملائه هنا. دفعت الفلوس رحت هناك، بيقول لي يا حبيبي انسى كل الاتفاقات انك انت تاخد 1500 راتب او تنسى الكلام ده كله، انت لازم تدفع لي كل شهر 300 ريال. تقدمت بشكوى لمأمور قسم شرطة المنطقة المركزية في الحرم المدني، فقال لي استنى 3 شهور عشان القوانين السعودية بتتيح له ان هو يرحلك فورا ويضيع عليك كل فلوسك. انتظرت 3 شهور مش لاقي شغل، بقيت ابيع علب بيبسي والم خرده وزباله واكل لمده 3 شهور عشان اقعد في السعوديه، عشان القوانين الكفاله بتاعت العبيد والرق اللي صنعوها مخصوص عشان يحكموا بها الشعوب. تمام، قعدت هناك 3 شهور اكل فلوس، اكل من الزباله، مش لاقي عمل لانه الجوازات هناك لو مسكتك بتشتغل غير مع غير كفيلك بيرحلوك. انت سافرت تبع مكتب سفريات؟ تبع مكتب سفريات. ايوه. ايه ما رحتش لمكتب السفريات اشتكيته؟ انا في السعوديه يا استاذ واول مره اروح، اروح هناك فين؟ المهم رحت اشتكيته بعد 3 شهور في مكتب العمل. مكتب العمل قالوا لي تعال لنا بعد اسبوع، راح مسلط قرايبه في الشرطه، قبضوا عليا ورموني في الحجز لمده 4 ايام لحد ما عيد مكتب العمل ما راحت. حبس بدون اي سبب، معي كل اوراقي وراحوا رميني. يا جماعه حابسيني ليه؟ قالوا حابسينك عشان بتروح تشتكي كفيلك. يعني الهك الثاني. السعودية بتدعي انه هناك آلهة، كل كفيل سعودي إله من دون الله. فأنا فضلت هناك شغال مرمي في السجن، قالوا لي لو انت اشتكيت كفيلك تاني هنحبسك تاني. طب انت جاي النهارده عايز ايه؟ دقيقة بس، راح لفقوا لي تهمة ان انا سبيته وضربته، في حين انه هو مقطع لي هدومي وضربني وسببني. رحت الشرطة قلت لهم انا نفسي اقابل قاضي، نفسي اقابل امير، نفسي اقابل وزير، راحوا رميني في السجن هناك. مأمور القسم والضباط اتجمعوا وقالوا احنا عايزين نفضوا المشكله بتاعتكم. ايه المشكله بتاعتكم؟ قالوا انك انت تنقل كفاله، ان هو ملوش دعوه بيك ويسيبك حر وتنقل كفاله. البشوات تواطؤوا معاه عشان اروح اشتغل بره ويبلغوا عني هروب، واذا بلغ عنك هروب في مملكه خادم الحرمين الشريفين فانت العبد الذي قتل سيده. انت مظلوم وفي نفس الوقت قاتل. ما طلعت اشتكيت في حقوق الانسان، الجمعيه الوطنيه السعوديه لحقوق الانسان التابعه للملك عبد الله شخصيا، قاموا بعت شكوى لمكتب العمل، حققوا في الشكوى دي، ما لم يعتبروني اي اهتمام. طلعت للاماره اشتكيت، قالوا معاملتك في مكتب العمل. طلعت للقصر الملكي سالت الحرس الملكي الملك عبد الله شخصيا، يا جماعه انا ليه فلوس دافعها ومظلوم هنا مش لاقي اكل، اشتغل فين ولا اعمل ايه؟ او نقول لي كفاله او رحلوني بلدي. حتى بلدك مش قادر تطولها، التراب بتاع مصر، اتمنى كنت ابوس تراب مصر ادفع عمري. مش راضيين رحلوني اصلا ولا يجيبوني بلدي ولا يدوني جواز سفري. قالوا لي يا ابني الحرس بتاع الملك قال لي لا ملك الا الله، طوف حوالين الكعبه واشتكي ربنا، البلد دي ما فيهاش حقوق. فانا الان بسال ازاي اكون رايح ودافع ثمن الفيزا والاقي نفسي عبد بدفع 300 ريال للكفيل؟ ازاي دافع 9000 ريال واشتكي ما لاقيش حد يسمع صوتي واترمي في السجن اسبوع واثنين وثلاثه؟ طب عايز اسمك. لي 5 تهم. عايز اسمك رباعي والتاريخ اللي انت عملت فيه الشكوى في السعوديه. الشكاوى ده هو ده الورق مع حضرتك، الورق اهو وديته وزاره الخارجيه وقدمته للسفير. الاسم احمد مبارك محمود عبد الرحمن. بتاريخ الشكاوى معموله في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان. الدعوه رقم 4885 في مكتب العمل. بتاريخ 7/5/1430 اشتكيت في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان. سابوني لحد ما انتهت الاقامه ومسكوني بتهمه العمل لدى غير الكفيل عشان عايز اكل واستر مراتي هنا. وراحوا حبسني، رحت الترحيلات لقيت ما يقرب من 1500 مصري مرمين في السجن وفلوسهم هناك واخدينها. فانا بطالب بالمصريين كلهم اللي على مستوى الجمهوريه يجوا هنا وياخذوا حقوقهم من هؤلاء الظلمه اللي سبقوا اسرائيل في الظلم والطغيان مع الفلسطينيين. شكرا. ورقة هنا.